السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. فاجأ نجم الوداد السابق الجامع باختيار وجهة غير متوقعة أسابيع بعد الاستغناء عليه من قبل الرئيس هشام إتمنى ومدرب النادي الجنوب الإفريقي روليني موكوينا. وحسب مصادر ليبية، فإن محمد نجم اختار اللاعب في الدوري الليبي بالتعاقد مع فريق الصقور الذي ليس من الأندية الشهيرة في العالم العربي عامة أو ليبيا خاصة. وكان اللاعب قد ارتبط اسمه صيفا مع عديد من الأندية الوطنية قبل أن يختار الدوري الليبي بحثا عن تجربة جديدة. في خبر آخر، استدعى أمير عبد مدرب منتخب موريتانيا لاعب الوداد الرياضي سيدي بون عمار للمشاركة في مباراتي منتخب بلاده أمام مصر برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. ووجه مدرب منتخب موريتانيا الدعوة أيضا إلى الحسين حبيب من الجيش الملكي ومحسن بودا من الرجاء الرياضي للمشاركة في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات. ويطرح تواجد سيدي بون عمار مع منتخب موريتانيا أكثر من علامة استفهام، خاصة أن رولين موكوينا مدرب الوداد برر غياب اللاعب بمعاناته من إصابة في الكاحل وقرب خضوعه لعملية جراحية. وأكد موكوينا خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة الوداد والدفاع الحسني الجديد يوم السبت الماضي أن بون عمار يتدرب بجدية ويجتهد كثيرا وأنه متعطش للعودة إلى الملاعب، بيد أن تبعات إصابته في الكاحل تحول دون مشاركته في المباريات وأنه سيخضع إلى عملية جراحية في أقرب الأجل. في خبر آخر، أكد وليد الركراكي ناخب الوطن أن عمق دفاع المنتخب الوطني يشكل مشكلة حقيقية له في ظل افتقاد العميد رومان سايس لتنافسه وبحثه المتواصل عن الأسماء القادرة على تحمل المسؤولية، كاشفا السبب وراء استدعى جمال حركاس مدافع الوداد الرياضي وأيت بودلال لاعب رين الفرنسي. وقال الركراكي: عمق الدفاع لا يخيفني ولكنه يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لي، ويطرح أمامي العديد من الأسئلة خاصة بعد غياب سايس عن التنافسية والخبرة التي يمتلكها، وأتمنى أن أجد حلا لوضعيته في أقرب وقت. والآن أريد متابعة جمال حركاس والذي يملك مؤهلات مهمة